السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير للجميع. أيها الأحبة تحملونا، نبي نعيد لكم علاج الغدة الدرقية بناء على طلب بعض الأخوة والأخوات. مكونات العلاج هي ماء زمزم وسورة الفاتحة فقط. أقول لكم الطريقة في السناب القادمة. كأس ماء زمزم تقرأ عليها الفاتحة 7 مرات، يعني إذا قرأت الفاتحة أول مرة تنفث، وثاني مرة تنفث إلى 7 وتنفث عليه. وهذا يشرب قبل النوم، يعني إذا جيت تنام سواء في ليل أو في نهار تشرب من الماء المقري عليه. أيضا عند الاستيقاظ من النوم تأتي بكأس ماء زمزم وتقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وتفعل كما فعلت في المرة السابقة. للتذكير أيها الأحبة، لا تنسى وأنت تقرأ الفاتحة وتشرب من ماء زمزم أن تنوي أنهما بإذن الله شفاء. وهذا العلاج أيها الأحبة جربوه كثير من الناس واستفادوا، وهو تروه لمدة 1 شهر كامل يوميا قبل النوم وعند الاستيقاظ. وهو أيضا ينفع للكبار وينفع أيضا للصغار، وهو سبب، والله جل وعلا هو الشافي. السلام عليكم ورحمة الله.